السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار سادسة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. نبدأ بأبرز العناوين. ختام مهرجان البحرين للروبوتات 2019 بمشاركة مجموعة كبيرة من طلبة وطالبات المدارس. مؤتمر الشركاء من رواد الأعمال والاقتصاديين يعرض خطة العمل 2020 بجامعة البحرين. وجسر الملك فهد يسجل أعلى رقم من المسافرين في كلا الاتجاهين منذ افتتاحه. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، أقيم على صالة الاتحاد البحريني لذوي العزيمة حفل ختام مهرجان البحرين للروبوتات 2019 والذي نظمته وزارة التربية والتعليم على مدار يومي 9 و10 من شهر مارس، وشارك فيه مجموعة كبيرة من طلبة وطالبات المدارس الحكومية والخاصة. سعياً لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في الحركة التعليمية، يأتي مهرجان البحرين للروبوتات 2019 ليعكس مدى التطور الذي وصلت إليه المؤسسات التعليمية في تنمية المهارات العلمية لدى الطلاب. وعظيم الامتنان إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للرياضة والشباب ورئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى على تفضل سموه ورعاية المهرجان، وبلا شك يعكس اهتمام سموه بالتعليم والتكنولوجيا والابتكار، واحنا نسعى دائما أن نقدم ما هو جديد وما هو متطور في هذا المجال لما له دور كبير جدا في تنمية قدرات الطلبة. هذا المهرجان هاجسه الأول تأهيل الطلبة للابتكار باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات التي من شأنها تقديم الخدمات للمجتمع، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. التجربة جدا كانت رائعة، تنمي عند الطالب الإدراك، تحدث أفكارهم، يتعلمون شغلات جديدة، يبحثون عن حلول إلى مشاكل يعني مستقبلية بأفكار علمية بشكل إبداعي. والله كانت تجربة وايد حلوة، إن شاركنا في إنجاز حق المدرسة، حققنا إنجاز حق المدرسة. هو مشروعنا كان عبارة عن روبوتات صغار تتنافس على كرة من ياخذ نقاط أكثر ويحققها وياخذ المركز الأول. سعادة ارتسمت على أوجه الطلبة الذين توج مجهودهم بتكريمهم من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الداعم الأول للابتكار في مملكة البحرين. من ختام مهرجان البحرين للروبوتات 2019 حيث التقينا بالعديد من الطلبة والطالبات الذين شاركوا في هذا المهرجان الذي دعم لديهم القدرة الإبداعية والعلمية وليكون محطة سنوية حيث يلتقي الطلبة لعرض مشاريعهم المبتكرة. ياسمين السعيد لمركز الأخبار تلفزيون البحرين. شارك نحو 120 من رواد الأعمال والمال والاقتصاد والأكاديميين والمختصين في الشأن الاقتصادي بمؤتمر شركاء لكلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين، وذلك من أجل إطلاع الشركاء على المخطط الاستراتيجي ومخرجاته، ولا سيما في مجال الاعتمادات الوطنية والدولية لبرامج الكلية، وكذلك لتعريفهم بمنجزات الكلية في الفترة السابقة. هذا ويهدف المؤتمر إلى إعداد استراتيجية جديدة لعام 2020 والتي تطمح من خلالها الكلية إلى دخول سباق التصنيف العالمي والمساهمة في دعم التطور الاقتصادي والعلمي لمملكة البحرين، كما يهدف إلى توثيق العلاقات مع خريجي الكلية. ويعد هذا المؤتمر جسراً للتواصل ما بين كلية إدارة الأعمال ورواد المال والأعمال والاقتصاد في مملكة البحرين وخارجها. وصل جسر الملك فهد تسجيل الأرقام القياسية هذا العام، حيث تم قبل يومين تسجيل أعلى رقم من المسافرين في كلا الاتجاهين منذ افتتاح الجسر، وكذلك أعلى رقم عبور باتجاه السعودية منذ افتتاحه.
وذكرت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المكلف أنه تم تسجيل أعلى عدد المسافرين في كلا الاتجاهين، حوالي 119 ألف مسافر، مقارنة بالرقم القديم والبالغ حوالي 118 ألف وفق إحصائيات جوازات جسر الملك فهد. كما أكدت المؤسسة بأنه رغم الأعداد القياسية التي حققها الجسر، فإن معدلات العبور في كلا الجانبين سجلت تحسناً ملحوظاً بمعدل أقصى بحدود 90 دقيقة فقط بجهود حثيثة من جميع الإدارات العاملة في كلا الجانبين. عقد المجلس البلدي الشمالي اجتماعه الاعتيادي السادس برئاسة السيد أحمد الكهجي وبحضور مدير عام بلدية المنطقة الشمالية السيدة لمياء الفضالة. وقد وافق المجلس البلدي الشمالي على إقرار تصنيف مجموعة من العقارات في منطقة الشاخورة بمجمع 481، كما قرر تغيير تصنيف مجموعة من العقارات في منطقة باربار بمجمع 518 ومنطقة صدد. ومن جانب آخر، طرح رئيس المجلس البلدي موضوع التعدي على حرم الطريق في منطقة سار بمجمع 517، كما طالب المجلس بإزالة السور المخالف مع الأخذ بالاعتبار الإجراءات القانونية حسب النظام مع الجهاز التنفيذي. وفيما يخص مقترح تخصيص عقارين لتوفير محطات مركزية نموذجية رئيسية للنقل العام وزيادة خطوط النقل في بعض الشوارع والطرقات الرئيسية في المحافظة الشمالية، فقد رفع المجلس توصية بالموافقة على المقترح، وتمت الموافقة على تخصيص عقار لإنشاء مركز ثقافي في المحافظة الشمالية. السادسة مستمرة وفيها بعد قليل. المعهد السعودي البحرين للمكفوفين ينظم احتفالا بمناسبة يوم المكتبة العربية. بدأت في مدارس مملكة البحرين التصفية الأولى لمسابقة تحدي القراءة العربي في دورتها الرابعة لاختيار الطلبة الأوائل على مستوى كل مدرسة، وذلك تمهيدا لعقد تصفيات على مستوى المحافظات في الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري، ومن ثم اختيار الطلبة الأفضل على مستوى المملكة للمشاركة في التصفيات النهائية في دبي. وقد أكملت وزارة التربية والتعليم الاستعداد لمواصلة مسيرة إنجازات المملكة في الدورة الجديدة من هذه المسابقة من خلال تنفيذ الأنشطة والفعاليات التي تحث طلبة المدارس الحكومية والخاصة على القراءة والاطلاع، وتشجيعهم على إنهاء متطلبات التحدي بما في ذلك الورش التعريفية واللقاءات التدريبية وحلقات القراءة الأدبية والمكتبات المتنقية للكتب، إلى جانب توفير الكتب المناسبة في مراكز مصادر التعلم المدرسية والاستفادة من حصة القراءة التي طبقتها الوزارة مؤخرا في المدارس. نظم المعهد السعودي البحرين للمكفوفين احتفالا بمناسبة يوم المكتبة العربي بمشاركة عدد من طلبة المعهد وطلبة الدمج. المعهد السعودي البحرين للمكفوفين احتفل المعهد السعودي البحريني للمكفوفين بيوم المكتبة العربية، حيث وزع ما يقارب 30 قصة ذات طابع وطني وتربوي كتبت بأسلوب مميز لتوصيل قيم تربوية ووطنية بلغة برايل، وذلك لتشجيع المكفوفين على القراءة. أنا أحيي ذكرى يوم المكتبة العالمي بمشاركتي في هذه المسابقة واستعراضي لكتاب في مدة 3 دقائق. Until things go bad, just like it did with the meter shower. I am sure that it was nearly James. وخلال الحفل شارك عدد من الطلبة في قراءة قصة وتحليلها، كما شهد الحضور عرضا تمثيليا بعنوان ترى العالم تطور قام بأدائه طلبة المعهد، إلى جانب معرض خاص بالأجهزة المخصصة للمكفوفين.
شاركت في مسابقة تحدي القراءة العربي قبل عامين وفزت بالمركز العاشر على مملكة البحرين. كانت مسابقة رائعة جدا، استمتعت فيها، ومن الأمور التي أعجبتني هي الكتب التي قرأتها وما استنبطت منها من حكم وعبر كثيرة. يذكر أن المعهد السعودي البحريني للمكفوفين يشارك سنويا في مسابقة القراءة في دولة الإمارات العربية المتحدة مع مؤسسة زايد للرعاية الإنسانية لتشجيع الطلبة على القراءة، حيث حققوا نتائج متميزة خلال السنوات الماضية. يفتتح معهد البحرين للتدريب يوم غد الثلاثاء معرض أسبوع المهن 2019 والذي يستمر حتى 14 من شهر مارس الجاري بمقر المعهد من الساعة 9 صباحا وحتى 2 بعد الظهر. ويشهد معرض هذا العام مشاركة مجموعة من الشركات والمؤسسات، كما سيصاحب المعرض في هذه النسخة مجموعة من الفعاليات أبرزها إقامة مجموعة من الورش والمحاضرات التي يلقيها نخبة من المتخصصين في هذا المجال. نظمت هيئة البحرين للثقافة والأثار ورشة عمل حملت عنوان الموسيقى ضمن وسائل التواصل الاجتماعي. ألقاها الموسيقار عيسى مبارك نجم في المسرح الوطني، وذلك ضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة. تطرقت المحاضرة إلى كيفية الاستغلال الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي لإبراز المواهب الفنية المختلفة، كون وسائل التواصل الاجتماعي اليوم هي نافذة للموسيقى على العالم، وبها يمكن أن يعد سيرته الذاتية ويغذيها بأعماله. كما أكدت المحاضرة على أهمية أن لا يتخفى الموسيقي تحت سقف جماهيري واحد، وأن يكون فنه وموسيقى مفتوحة على العالم، الأمر الذي يمكن بل يمكن الموسيقي من خوض التجارب الجديدة والمشاركة في مشاريع متنوعة. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. وبهذا وصلنا لختام أخبار سادسة، دمتم برعاية الله تعالى وإلى اللقاء.